تحت عنوان تواصل الثقافات بين النظرية والتطبيق انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الأول لكلية اللغات بجامعة MSA تزامناً مع رؤية مصر 2030، ليهدف المؤتمر إلى تحقيق التنمية الثقافية وزيادة الوعي وبناء جسور التواصل، وذلك برعاية الدكتورة نوال الدجوي إحدى رائدات التعليم في مصر والوطن العربي. الحقيقة احتياجنا إن احنا يبقى في رأي عام وفكرة متبادل مع الآخر، وكل ما الآخر كان بيحصل تشويش على الإعلام عندهم إنك بتقولي لأ مصر بخير، مصر الحضارة، مصر الجيش، مصر القوة، مصر كل حاجة، فده بيخلي الآخر يحس إنك يعني لا تقل عنه، يمكن أفضل في بعض الأشياء. استضاف المؤتمر عدداً من الباحثين المتخصصين في اللغات، الترجمة، الآداب والدراسات الثقافية، وأساتذة من جامعات في مصر وجامعات دولية. I was delighted to be invited by my colleagues at MSA University. أنا في غاية السعادة لدعوتي من قبل جامعة MSA لأكون جزءاً من هذا المؤتمر. إنه أول مؤتمر دولي للجامعة عن ترجمة الثقافات، وهنا لدينا نقاشات مفتوحة عن الأدب والسينما وعن فهمنا للثقافات الأخرى وطريقة ترجمة اللغة بشكل يعزز الفهم وليس التفريق. وأنا أرى أنها مبادرة مهمة ليس فقط للثقافة ولكن أيضاً للمجتمع. Not only to culture but also to society. عنوان اللي احنا اخترناه بعد طول تفكير هو عنوان بيعكس استراتيجية الجامعة التي تعكس استراتيجية ورؤية مصر في 2030، وهي التواصل مع الآخر ما بين النظرية والتطبيق. أيضا جزء من الاستراتيجية دي هي تطوير المنظومة التعليمية من حيث التركيز على البحث العلمي. المؤتمر الدولي لكلية اللغات في نسخته الأولى يعد بارقة أمل لخلق مجتمع يدعو إلى التسامح ونبذ العنف، ويعزز رؤية ودور مصر الفعال إقليميا وعالميا. آية الأبنودي، MBC مصر.